وعبر قي مقام طوز الدكتور حسن زين العابدين عن شكره لدعم المحافظ للقضاء ومتابعته لتنفيذ المشاريع الخدمية، إضافة إلى إنشاء بوابتين الشمالية والجنوبية وفق أفضل المواصفات الهندسية. أكو مشاريع جديدة وأكو المشاريع القديمة المتلكة أو المتوقفة، هذول كبناهم، أعطينا الاحتياجات مال القضاء بلقاء خاص مع السيد المحافظ والسيد النائب الفني، وتم مناقشة المشاريع ويانا. حاليا بقت مشاريع على الاستقرار، هذه مشاريع الاستقرار سيادة المحافظ أمر بأنه يطلع ميدانيا على المواقع ويشوف شنو الاحتياجات الفعلية حتى يكون بالقرار مشترك ويانا. فبعد زيارته لقضاء الطوز وآمر لواء سليمان بيك تم الاتفاق على مشاريع معينة. اليوم التقديم النهائي لهذه المشاريع الآمر لواء الطوز وسليمان بيك. المشاريع هاي تخص البلديات والتربية والصحة، الكهرباء، المجاري، الزراعة، هيئة الحج والعمرة ومنتدى الشباب. يعني كل هاي المشاريع والحمد لله استقبال بكل رحابة صدر، وتفهم الموضوع ومشالنا كله ونتمنى له الموافقية. وهم بشرنا بأنه بوابة الشمالية والجنوبية لمدينة الطوز على صندوق الإعمار سيادته ماخذ موافقتهم، والحمد لله على هاي الأخبار.